مسكينه جا حنا وقتها وزعماك راس برص مسكينه والله يرحمها زعماك كأم راه كانت محبوبه ماشي غير في عائلتنا ولكن راه كانت محبوبه في جميع الناحيه في كنا ساكنين وكانت هي كانت معروفه بالكرامه والاحسان مع اي بشر هي ديما زعما كما كنقولوا كتحسن مع العائله ومع الاصدقاء وزعما كافراد الناس اللي ساكنين حدانا كما كنقول كانت مسكينه عيانه وزعما جا كانت في يد الله جا وقتها وزعما كان عندنا هاد الاطباء اللي هنا كانوا بغا يخليوها تعيش اكثر من ديك المده ولكن مع الاسف ما كانش عندها واحد ما كانش عندهم واحد الامكانيات اللي يقدروا يوصلوا لواحد المستوى اللي تكون تقدر تعيش فيه. زعما اليوم راه كل ما تقدرش تخزن اي حاجه زعما كنتصلوا ببعضنا بعض وما تقدرش تخزن شي حاجه بحال هذه. سبحان الله الا وقعت شي حاجه لازم عليك توصلها للاصدقاء والعائله وكل شيء. الله يرحمها ويوسع عليها القبور ما سخيناش بها والله غالب الله يجعلها من جهل. كنت معاها خبرنا معاها حنا جبنا اوسبيتاليزينا جبنا معاها 11 الليل انا هنا حتى 3 الصباح ودي الدنيا الله يرحمها ويوسع عليها.